اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا، هو تائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكن معنا من لزم الهدى معنا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعز بمورد. أخلاقهم كانت هي القرآن، أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ أخيها ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. وسر نهضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن صومي شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا عطشانا. اقرأ أخينا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا،
أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ اقرأ وخيها ورتل القرآن. اسمح بصوتك أسمع الأكوان.